في يوم من الأيام رحت أسوي كلمة في السجن، بعدين سألتهم قلت لهم إيش الشيء اللي جابني؟ ما بيني وبينكم لا حسد ولا نسب، إيش تتوقعوا؟ قالوا الحب في الله، قلت لهم وارد. قالوا الإيمان، قلت لهم وارد. الأخوة في الله، قلت لهم واردة. قلت لهم اللي جابني بيني وبينكم شيء مشترك هو السجن، بس الفرق أنتم اللي سجنكم المخلوق، أنا اللي سجنني الخالق. وسجن المخلوق أخف بكثير من سجن الخالق. سجن المخلوق تأكل بيدك، تشرب بيدك، تغسل عورتك بيدك. سجن الخالق يحبسك في نفسك، يحبسك يدك موجودة لله الخلق والأمر، لكن يحبسك أنك تأكل بيدك، يحبسك في نفسك، يحبسك أنك ما تقدر تغسل عورتك، يحبسك أنك ما تقدر تقوم من مكانك. فقام أحد المساجين قال لي يا شيخ ادعي لي، علي حكم 20 سنة. قلت له ما شاء الله تبارك الله، مبروك، هنيئا لك. قال لي يا أخي اتق الله. أقول لك علي حكم 20 سنة تقول لي مبروك؟ قلت له كم قضيت من 20؟ قال لي 4 سنوات. قلت له باقي لك 16 سنة وتخرج، عندك أمل وفرصة، تحفظ القرآن بنصف المدة تخرج، حسن سيرة وسلوك نصف المدة تروح، يجيك عفو ملكي الآن تخرج. أنا محكوم علي في نظري ونظر الأطباء عالميا مؤبد، قضيت منها 28 سنة معاق، لا آكل بيدي ولا أغسل عورتي بوجهي بيدي ولا أحك وجهي بيدي. تدري أمر منه إيش هو؟ سجن المخلوق سهل، سجن الخالق في بدنك سهل، أمر منه أن يسجنك الله عن طاعته وعبادته، الأمر منه أن يمنعك من دخول بيته، الأمر منه أن يمنعك من الطواف حول البيت. إيش سوينا؟ إيش الكبر هذا اللي وصلنا له عشان الله يصرفنا؟ إيش الغرور اللي وصلت له أنا وأنت وأنتي؟ إيش الجبروت اللي وصلنا له عشان يغضب الرحمن، عشان يغضب ملك الملوك الكريم غضب؟ ايش اللي عملناه؟ الكبر اللي بقلوبنا وما ندري اننا متكبرين، اللي يخلي الله يقول في الكتاب، في كتابه الكريم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. مو انت اللي ما تصلي، مو أنت اللي ما تقرأ القرآن، ترى الله صرفك لأنك متكبر. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أحبابي الكرام، الله يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ثم نسوا الله فنسيهم. والحمد لله أنه ما أخذنا بغتة، لأن الله يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناها هم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. ترى الله أعطانا مهلة، أعطانا منحة. يقال أنه في راعي أخذ غنمه يرعاها، فإذا أتى وقت الذهاب إلى الحظيرة أو البيت نادى الغنم، ناداهم ما أتوا، فرسل عليهم كلابه فجمعتهم، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس له مثيل ولا نظير ولا تشبيه، ولله المثل الأعلى، خلق العبيد فعصوا بنعمه وتجروا على نعم الله، فأرسل عليهم كلابه، أرسل عليهم الأسباب، جندي من جنوده حتى نعود لعلهم يرجعوا. أحبابي الكرام، ما زال باب التوبة مفتوح، أغلق باب المسجد، انتبهي أغلق باب التوبة، ما زال الباب مفتوح. رسالة لكل متكبر، أبدأ من عندي، أنا أحد المتكبرين هؤلاء. اللهم إني أشهدك
أني تبت إليك. متكبر تب، مثل لقلبك أيها المغرور. يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت، حر على رأس العباد تفور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت، وتبدلت بعض الضياء كدور. وإذا الجنين بأمه متعلق، خوف الحساب وقلبه مدعور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، فتقول للأملاك أين نسير؟ فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق، خوف الحساب وقلبه مدعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، فكيف المقيم على الذنوب ذهور؟ استسقوا بني إسرائيل 70,000 معهم نبي الله موسى، ما نزلت المطر. قال سيدنا موسى: يا رب سوف نهلك. قال له: فيكم عبدك عبدي عاصي، يعصيني منذ 40 سنة. مو 1000 ولا مليون ولا مليار ونصف ولا 6 ولا 7 مليار، 1 منعت المطر بسببه. سوف يهلكون الصالحين والأطفال والشيوخ الركع، ويمنعون العبادة بسببه. قال: يا سيد يا موسى، فيهم عبدك عبدي العاصي يعصيني منذ 40 سنة، ادعوه يخرج وأنا أسقيكم. فنادى سيدنا موسى في الناس: فنظر هذا العاصي مثلي ومثلك إلى غيره لعله يخرج. فلما عرف أنه المقصود انكسر قلبه. لم يذكر لنا أنه تاب أمام الناس، لم يذكر لنا أنه تشهد أو قام صلى ركعتين، ولكن انكسر قلبه فنزلت المطر. قال سيدنا موسى: يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. قالوا: الذي منعتكم به سقيتكم به. فقالوا: إذا خشع جبار الأرض خشع رحم جبار السماء. الرحيم غضب فأخشعه حتى يرحمنا الرحيم. توبوا إلى الله.